صعيب وصعب من كل محال، وما يلين لا طالب ولا طبيب. ميرسي بوكو خويا إلى بوسحابة، وشكرا لموقع أخبارنا اللي كيستضيفني ديما، وبالنسبة لي هو المساند الرسمي لكاع الفنانة، وهذه شهادة ما تنظنش أنها مش بالنسبة لي. يعني كنت حطيت واحد ستوري يعني في استوديو ديال الموسيقى، وانا بصدد تسجيل يعني اغنيه ان شاء الله اللي غادي تخرج للوجود. هي اغنيه شبابيه يعني ديال دابا، يعني بحال تو الموند. هي من كلمات وتلحين سفيان منصور، مغني يعني شاب اللي شق طريقه يعني السنين هذه. وبالنسبه ليا انا غادي نكون انا وياه مشاركين في هذا العمل، يعني غادي نديروا ديو، ونتمنى ان شاء الله ان الناس تروقهم الاغنيه، كلمات زوينين يعني ديال دابا. فبالنسبه ليا انا ان شاء الله عما قريب غادي نقوموا بالتصوير ديال الفيديو كليب ديالو، ونتمنى ان الناس يتقبلوا سناء في هذا المجال الغناء، واخا ان مجال الموسيقى ومجال الغناء بديت فيه يعني السنين هذه، كان يمكن هو المجال الاولاني اللي بديت فيه قبل ما ندخل المعهد يعني ديال المسرح. وي فبالنسبه لي يعني ماشي جايه من الفراغ، فانا يعني قريت في المعهد الوطني للموسيقى من الصغر ديالي. كنت درت الموسيقى سولفيج، غناء عربي موشحات مع الاستاذ بالرسول، وكذلك اله ديال الجيتار. يعني درست الموسيقى اولا، يعني عارفه في هذا المجال، وبيان سور يعني مزيان انسان تيكون دارس واحد الحاجه هذه يمكن له انه يدخل لها، فبصح تيكون واعي، تيكون واعي موسيقيا وفنيا، يعني ما تلقاش مشكل وما تلقاش صعوبه. فنتمنى ان شاء الله العمل يرق المشاهد المغربي، وان شاء الله كنتنبأ له انه غادي يكون زوين. واش دابا نحرقوا الاغنيه؟ اخا نعطيكم شويه صاوي. اك ودي لاباس تعاود خبري للناس، بقالي عساس ولفك منك. اك ودي لاباس تعاود خبري للناس، تبقالي عساس ولفك منك. صافي هذه غير واحد شويه باش ان شاء الله تنتظروا العمل اللي ان شاء الله يكون زوين، يعني بفيديو كليب. ويعني الله دابا درنا التسجيل الاولي، يعني ان شاء الله الاغنيه ملي تكون واجده ومن نصوروا الفيديو كليب غالبا غادي تخرج قبل من رمضان ان شاء الله يا ربي. انا بحكم انني امازيغيه، فانا كنفتخر بالامازيغيه ديالي، وبصح سعد المجرد بالنسبه لي انا النمبر 1 ولا يعلى عليه صراحه. ما كاينش، انا بالنسبه لي الاغنيه المغربيه وصلت عالميا بفضل هذا الفنان هذا، يعني بفضل سعد المجرد، وانا من لي فان ديالو. وبالنسبه لي انايا شفت الاغنيه ديالو سمعتها، بغيت نقول ليه زعما برافو برافو برافو، لانه ساهم يعني في احياء التراث المغربي والحفاظ عليه والتراث الامازيغي. يعني انا شفتو يعني سمعتو انه غنى بالامازيغيه، برافو عليه، انه انسان اللي هو وصل تبارك الله العالميه، واللي ولا العالم كامل عارف شكون هو سعد المجرد، وعرف المغرب جو بونس والاغاني المغربيه واللهجه ديالنا، لدرجه انها فنانه بزاف اللي غناو باللهجه المغربيه بفضل سعد المجرد. فبالنسبه لي انا تنقول ليه تبارك الله عليك، وبالنسبه لي انسان ذكي 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 فنيا وموسيقيا، وانت كانسان بالنسبه لي اختيارات ديالو ما كتجيش اعتباطيه، يعني انسان اللي عارف شنو تيدير. وتنبغي نحييه لانه يعني لاحظتي حتى الفيديو كليب، يعني جاب الهواريات، جاب يعني الحمد لله انه مازال عندنا سعد مجرد اللي غادي يبقى محافظين على التراث ديالنا، يعني رغم انه عنده تبارك الله الاغاني ديالو يعني وحده تنسيك في حدا، واشاك فوا تيخرج لنا بالجديد. فانا يا صراحه نحيي فيه هاد الروح ديال الوطنيه الصراحه. الميزه الاغنيه هو انه بقى محافظ على الموسيقى ديال الهواريات اللي هي الموسيقى الاصل، لا بكلماتها ولا بموسيقتها، ولكن ضاف لها شي حاجه اللي موسيقى اللي هي غربيه، فهو دار واحد الفيزيون زوينه.
دار واحد الفيزيون زوينه يقدر يتصنت ليها ويقدر يسمع ليها اي واحد، يعني حتى في العالم الاوروبي العالمي المغربي العربي غادي يسمع بزاف ديال النوطات اللي كتقيس كل شيء، يعني كتعطينا يعني الطابع المغربي التراثي وتتعطينا ثاني الموسيقى الغربيه الاوروبيه اللي كيميلوا ليها الناس كاملين والشباب كاملين. فبالنسبه ليا حتى في اختياراته يعني ديال الموسيقى ديال الاغنيه او اختياراته يعني كفنان يعني كيختار العمل اللي باغي يشتغل عليه، فكنظن ان سعد مشى بحث مزيان في هذا التراث، يعني في التراث المغربي يعني في الاغاني ديال الهواريات اللي هي اغاني شعبيه واغاني تراثيه واللي كنسمعوها ديما، ولكن دابا ملي سمعناها من سعد المجرد فصراحه ما تنظنش ان اي مغربي غادي يسمعها غادي يحس بواحد البهجه واحد الفرحه ان الهواريات كاينين وان الموسيقى الغربيه كاينه وان هذيك لا فيزيون اللي دارت يعني موسيقيا جميله يعني زوينه تسمعها حتى في الاذن ديالك، وحتى الفيديو كليب انك تتفرج فيه وكتلقى ان الهواريات حاضرين، يعني شفت انا الفيديو كليب يعني كيفاش تتصور الفيديو كليب، فيعني عطى قيمه حتى لهاد الناس، يعني عطاهم قيمه يعني يعني انه مشى قاس التراث المغربي هذاك القديم اللي افتقدناه، ربما حتى الهواريات ما بقيناش كنشوفوهم بزاف في السهرات في القنوات لا الاولى ولا الثانيه، ولكن الحمد لله عندنا سعد مجرد تبقى ديما محافظ على التراث المغربي، وتنقولوا ليه شكرا بزاف انه مفخره فنيه بالنسبه للمغرب كامل، ومتنظنش انه شي حد غادي يقول العكس هذا الكلام اللي قلت انا. سعد كنقول ليه برافو عليك وحنا مفتخرين بك وتبارك الله عليك، وحنايا بالنسبه لنا سعد المجرد يعني نمبر 1 في الموسيقى يعني هنا في المغرب، تنقولوا ليه شكرا بزاف اشاك فوا تجيب شي حاجه جديده، يعني كتقيس المغاربه اي اغنيه حطها، فبالنسبه لي يعني انسان اللي يستحق الاحترام واللي يستحق يعني التقدير، يعني انسان اللي بصح حتى موسيقيا او فنيا او كافكار اللي كيحطهم تبارك الله عليه، يعني يستفد منها الانسان حتى في حياته الشخصيه انه ديما يقلب على الجديد وديما يبحث اولا في التراث ديالو اللي هو يعني التراث المغربي اللي هو بحكم اننا حنا مغاربه وتبارك الله عندنا الثقافات ديالنا كثيره، وعندنا كل منطقه في المغرب يعني كتميز بواحد الثقافه اللي هي مميزه، يعني بالنسبه لي انا المغرب مازال 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 فيه بزاف ديال الحوايج، وانا كنظن انه سعد قدر عاوتاني يفاجئنا بشي تراث اخر، لانه مازال عندنا بزاف ديال عندنا الحمد لله المغرب ديالنا غني 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 بزاف الثقافات، وعندنا كل منطقه تبارك الله كتميز بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال التقاليد وبزاف ديال الموسيقى وبزاف ديال الانغام، يعني انا ما قراتوش المره الجايه ان شاء الله يدير شي اغنيه فيها الاطلس او الحسانيه. بالنسبه لي الاطلس تا هو فيه موسيقى جميله جدا، يعني اغاني لاحظنا رويش الله يرحمه يعني خلى لينا بزاف الاغاني اللي بقاو في بقاو يعني راسخين في الوسط الفني، يعني لدرجه انه بحال دابا هذاك المغني المصري اللي خدا الاغاني ديال رويشه يعني مصري وجا غنى بالاطلسيه وضاف حتى هو شي حاجه زوينه للاغنيه الاطلسيه يعني بالشلحه ديالنا. فبالنسبه لي ممكن سعد مجرد يفكر عاوتاني في الاطلسيه، فيها حتى هي موسيقى زوينه وفيها نغمات زوينه بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.